مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، جدد التواصل والترحيب بكم من جديد مع انطلاقه خامس الاشواط لهذا الصباح والمخصص للابكار من سن الحقائق، ومسافتنا الحاضره هي 3 كيلومترات من هنا من ارضيه ميدان التله لسباقات الهجن العربيه الاصيله. واذكر بان شواهين بشعار السيد مصبح بن خميس بن مصبح المهيري مع اول انطلاقات الابكار لهذا الصباح، والشوط الاول هي صاحبة التوقيت الافضل 4:40.60 من الثواني. اتابع البداية لأتابع تكريم عبد الله بن محمد الجسمي، من يتقدم مع تكريم على أول المراكز. أما ثانيا هذه شديدة ماجد بن مصبح بن خميس المهيري، وثالثا وصلت حور بشعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، ورابعا مرضية محمد بن سعيد بن محمد العامري. أما خامس المراكز لأتابع سلهودة خليفة بن سالم بضبيعة الاكتبي، شعار طليع من ذهب بالتحدي الماضي يأتي ليقدم لنا سلهودة مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة ضمن خامس التحديات لهذا الصباح. لأعود مع تكريم من تقود هذه الأسماء وتنطلق حتى هذه اللحظات على أول المراكز، عبد الله بن محمد الجسمي. ولكن حذاري، مرضية العامري بدأت بالوصول مع ثاني المراكز. هناك من الجهة الأخرى محمد بن سعيد بن محمد العامري، حور يا حور، وصل شعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، وبدأ بالتسلل نحو ثاني المراكز. وأيضا اليازي واصلة مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، ومن سيكون صاحب هذا التحدي بن نصيب؟ الكيلو الأخير، الكيلو المثير، كيلو السرعة، كيلو الإثارة، كيلو التحدي. تكريم على البداية حتى هذه اللحظات، عبد الله بن محمد الجسمي، حور واصلة ثانيا بشعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، واليازي ثالثا مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، ورابعا مرضية بشعار العامري. لكن بعود أعود إلى الصدارة ما بين تكريم وبين حور، بين الجسمي وبين القبيسي، من سيكون صاحب الانتصار مع الأمتار المجنونة، الأمتار الحلوة والمجنونة؟ حور يا حور، غيرت نحو المركز الأول 400 متر يا ملاك ويا مضمرين بشعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي. تكريم واصلة مع شعار الجسمية مع ثاني المراكز، كوكبة ثنائية على أول المراكز. تكريم ولا حور؟ حور ولا تكريم؟ روحت حور، روح شعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي بهذا التحدي. سلام سلام، تحية واحترام إلى حور وإلى شعار القبيسي. أما ثانيا تكريم عبد الله بن محمد الجسمي، وثالثا من كانت بالوصول على ثالث المراكز، العابر سعيد بن أحمد بن سعيد بن الحلوة الاكتبي، ورابعا اليازي مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، وخامس عند هذا خط النهاية 4:49.87 من الثواني هو توقيت حور. تهانينا والناموس للجميع.